يقول هل مطلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا القضية جوازية؟ كونها يتغير أو على حسب الاستطاعة، إنما إزالته نهائيا لا يمكن. ليه؟ لأنه لازم يبقى فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولازم اللي يغيره يكون عالم به. ربما يغير منكر وهو معروف، وربما يكون هو بيتكلم على جهل فيؤدي إلى منكر أكبر. الله أكبر، عليك السلام على مولانا. عفوا. اي نعم والله مساك الله خير الشيخ اللي معي. اللي معي ايه الشيخ المنوفيه. لا والله مولانا شلونك. مساك الله بالخير. فربما فازاله المنكر اذا ادى لمنكر اكبر منه خلاص يبقى. عطنا مثال مولانا. اخف الضررين واجب. عطنا تشبيه. ها مثال مثلا نعم. يعني شاف عفوا الناس يعكسوا مره. ايه شنو يسوي؟ لا هو يمكن يطلعوا خواته، يمكن يتغشمر، يمكن نعم. يقولوا بعد الصوفيه كان يطلع مع بنته عشان ملاماتيه، يعني الناس يسحب حسناتهم. مشكله لا طلع بركه. اي والله يعني زي مولانا راي المعتزله شنو؟ نعم المعتزلة شنو كان رأيهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ والله هو المعتزلة وسط في الأمور، لأنهم بيشوفوا أن الكبير صاحب الكبيرة بالمنزلة من المنزلتين، إنما الجماعة التانيين الخوارج هم اللي بيقولوا صاحب الكبيرة مخلص النار ويبقى كافر. يبقى كافر ايوه عندهم. يبقى كافر. شو اسمه هذا الرجال؟ خرج عن الملة. اسمه انت دلوقتي من جمعان البروندي. سمح فيه جمعان البروندي ربوية. ربوية ايوه لسه انا عايز اجيب الشيخ مثلا. نعم. هذا اخف من انك تحول الموضوع لمظاهرات وتحطيم. نعم يعني الاماكن اللي فيها يعني مولانا انت تفضل درء المفاسد ولا جلب المنافع؟ لا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. انت دلوقتي لو رحت للطبيب على ان درسك وجعك، فهو اذا لا وجد اللثه مريضه هيقول لك خد الدواء ده الاول ما تطلعش الدرس دلوقتي. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والصوفية شنو رأيهم أستاذ الصوفية؟ الصوفية لهم العالم بصحة ما لهمش دعوة. أنا فاهم إن يعني اسمه القاضي عياض راحوا له جماعة وقالوا له لو قتلنا أطفال مخالفين ما رأيك؟ لو قال لهم نعم هيبقى أفتى بباطل، ولو قال لهم لا هيقتلوه. قال لهم إيه؟ إن كان الله أعطاكم علم الخد صبر عشان قطو وما فعلته عن أمري. جمع مال قطو عزم صبر تبانا. داخل واحد قطو هنا هنا خلي خلي تعال تعال. إيه نعم تحب تكمل؟ أنا بقول لك أنت مشيت. لا لا قاعد. قالوا للقاضي عياض اللي هم الخوارج ما رأيك في قتل أطفال مخالفين؟ إيه نعم. فقال لهم إن كان الله أعطاكم علم الخد فقولوا وما فعلته عن أمري. أنا وسيد. فهو حطهم في خانة اليد. لأن لو قال لهم لا هيقتلوا، ولو قال لهم إيوه يبقى أفتى بباطل. وأنت إيش رأيك؟ أنت يعني لو شفت. أحسن إجابة دي. لا أنت الحين تفضل الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا نص نص ولا استقبال؟ لا هو النهي عن المنكر مقدم. أنت دلوقتي. التخلية قبل التحليل. حتى لو في احتكاك بالحاكم. الحاكم يوعظ سرا بينك وبينه، إنما علانية لا. في ناس لما يشوفوا المسؤولين يعمل نفسه فتوة لا 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 غلط. كتاب ابن تيمية اللي هو أبو زينب الفرق بين الراعي وإصلاح الراعي والرعية. طيب. اللي هو إيه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بيقول ما في واحد إلا في ماضيه هناك
فلما تروح تفكره بماضي توقف صدر عليك. ولذلك الرجل لما دخل على المأمون قال له سأبلغ لك القول فتحمل، قال له إن الله بعث من هو خير منك لمن هو شر مني، فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. شكرا لك. خدت بالك؟ فانت تيجي تروح للحاكم وتقول له جمع مال قطو حج علي عظم، انا ابوك شحاب. جيب مال قطو. خلاص بابا خليها وين؟ خليها. شكرا.